دايما في يلا شو بنحاول نجيب لكم المميزين جدا في مجالاتهم. ضيفتنا النهارده بيوتي اند هيلثي بلوجر دكتوره ماشا فتحي، حطمت الارقام القياسيه من عدد المتابعين ليها على السوشيال ميديا. هي حبت الطبيعه قوي وعملت لنا حاجات كتيره حلوه لجمالنا من الطبيعه. اهلا يا ماشا. اهلا بيك. ازاي؟ ميرسي على المقدمه الحلوه دي. لا انا اللي ميرسي ان انت معانا هنا وبتبقى مقدمه لنا حاجات من الطبيعه ومن الحاجات الطبيعيه اللي نقدر نعمل بيها، نعالج بيها مشاكلنا، ندي نضاره لبشرتنا او لشعرنا. ده حقيقي. جايبه لنا ايه بقى معاكي النهارده ان شاء الله؟ انا الاول عايزه اتكلم على فوائد زيت جوز الهند. ايوه. يعني ميلي هيبقى ده الموضوع بتاعنا النهارده واللي هنعمل منه الحاجات اللي هنعملها النهارده. زيت جوز الهند طبعا ليه فوائد كتير جدا، العالم كله بيتكلم عنها، مش يعني دلوقتي مؤخرا احنا ابتدينا ان احنا نستخدمه، بس هو من زمان يعني العالم كله بيستخدمه، سواء للبشره سواء حتى انتي عامله لنا منه كريم للبشره. النهارده هعمل لكم كريم كمان بيعالج منه الحبوب. يلا بينا نبدا اول حاجه. ايوه انا عشمت الناس قوي، كله عمال يقول الحاجه غليت الحاجه غليت. قلت لهم بقى احنا هنعمل حاجات ايه؟ اول حاجه هنستخدمها للحبوب. ماشي. ده زيت شجره الشاي. ماشي. هنستخدم اثنين كومبوننتس بس، مكونين بس، هو زيت جوز الهند وزيت شجره الشاي. زيت جوز الهند المقادير ايه يا ماشي؟ هناخد منه بس معلقتين. معلقتين معلقتين من زيت جوز الهند. من زيت جوز الهند. اوكي تمام. وزيت شجره الشاي ده مركز جدا وقوي جدا. بيجيب منين يا ماشا؟ من يعني من اللي هم بيبيعوا الزيوت المعروفين كده. انا بس يكون يعني معروف. بفضل يكون عطار كبير ومعروف عشان ساعات بيبقى فيه الحاجات مغشوشه وكده، فعشان نضمن الحاجه اللي احنا نستخدمها يكون الفعاليه بتاعتها مضمونه. زيت اوكي. زيت شجره الشاي ده مفيد جدا للحبوب. هتلاقي اي حتى مؤخرا اي علاج للحبوب، اي اللي هي الغسول، الكريمز، كل الحاجات دي هتلاقي داخل فيه. لازم مكتوب عليها زيت شجره الشاي خصوصا للحبوب. تمام. اوكي. كام برضو؟ هنحط خمس نقط. خمس نقط بس على معلقتين زيت جوز هند. هي بصي انا جايبه معلقه صغيره خالص عشان ايه؟ زي معلقه البيبي كده يعني. تقريبا كده خمس نقط. اوكي. وبنحطهم مع بعض. وبنقلبهم كويس جدا، ولازم نتاكد يعني نتقلب نصبر شويه واحنا بنقلب عشان يعني الاثنين لونهم ترانسبيرنت او شفاف. فلازم لما نيجي نقلب ببعض. يختلطوا ببعض كويس جدا. بنشيله في التلاجة ده يا ماشا؟ ولا بنشيله عادي في الدولاب؟ هما الاثنين زيوت، فما طول ما الكومبوننتس بتاعتي او المكونات بتاعتي ما فيهاش ميه. أيوة. فانا ممكن اشيلها بره الثلاجه عادي. اوكي. انما دخلت في الكومبوننتس ميه، الميه دي بتساعد ان ايه المستحضر بتاعي ان هو يبوظ بسرعه. لكن دلوقتي احنا هنقدر دلوقتي انا اقدر اسيبه عادي بره الثلاجه اي مده احنا عايزينها. صح، اي مده احنا عايزينها مش مشكله. ونستخدمه يعني كام مره او زي اهم حاجه بس لما نيجي نشيله يعني نحطه بعيد عن مكان ما يكونش فيه شمس. اوكي. بس وبنقلبه كويس جدا. وممكن بقى لو انت عندك اي علبه فاضيه زي دي كده بتقومي فتحاها. نستعمله كم مره في اليوم يا ماشا؟ وتحطيها فيها. نستخدمه قبل النوم بس مره واحده في اليوم. هتدهنيه، هتحطيه كده، هو زي سيرم بالظبط زي ما انت شايفه كده، هو بقى سيرم. ايوه. السيرم ده فوائده كتير جدا، مع انه هو بس تو كومبوننتس بس اللي هو زيت جوز هند وزيت شجره الشاي. بس ده مفيد جدا للحبوب. بدهنه على وشي حاجه بسيطه جدا، باخد حاجه على الوش كله ولا على الحبايه؟ ممكن على الحبايه بس وممكن على الوش كله. ريحته حلوه، ريحته طلعت. ايوه. عشان زيت جوز الهند ريحته حلوه. وكمان مرطب عالي طبعا، زيت جوز الهند مرطب عالي جدا، بيقلل بيقاوم التجاعيد. غير ترطيبه يعني العالي مش على الحبايه بقى، ده على الوش كله. على الوش كله. ايوه على الوش كله. انا عايزه امنع الحبوب كمان، لو انا اوكي انا بعالج حبايه دلوقتي بس انا عايزه امنع في بقيه الوش الحبوب يعني. حتى الناس اللي عندها قابليه ان يجي لها حبوب او حاجه. انا هقول على ماسك كمان دلوقتي برضو، يعني كل يوم لمده لو الناس عندها حبوب عايزه تحط الماسك ده تتخلص من الحبوب دي بسرعه في اسرع وقت ممكن. تحط السيرم ده كل يوم قبل النوم، وهعمل ماسك تاني يتعمل كل يوم ربع ساعه.
يلا بينا بقى ورينا الماسك التاني. كل يوم أنا ربع ساعة. أنا بس عايزة أقول السيرم ده كمان مهم جدا جدا جدا، ممكن يتحط على جذور الشعر، على فروة راس نظيفة، على فروة الشعر لازم تكون نظيفة. اعمليه. نحط منه. متشوقة إن أنا أتعلم. أيوة. لا ما هو يلا. نفس السيرم ده اللي هو ده نفسه هو ده. نفس السيرم ده لو حطيته على جذور الشعر، فروة الشعر، على فروة الراس بيعمل إيه يا ماجد؟ أولا بيقلل القشرة جدا، يكاد يكون بيمنعها كمان. بينهيها. ده انت عارفه دي اسئله بتجي لنا كتير جدا، موضوع القشره خصوصا مع تغير الفصول. معروف زيت شجره الشاي معروف ان هو بيعمل ايه على القشره، على بيعمل قشره ايه تاني كمان؟ ان هو بالنسبه بقى لاطفالنا دلوقتي اللي في المدارس وكده، طبعا أيوه. بيبقى عارفين ان بيبقى فيه ساعات عدوى الحشرات والكلام ده بتاعت الشعر. برده نفس الكلام بيمنع حشرات الشعر خالص. ده يعني مفيد جدا. حطي كمان زيت شجرة الشاي ده، لو حطيتي 20 نقطة منه على الشامبو اللي بتستخدميه للطفل بتاعك، خلاص كده ممكن لو مرتين ثلاثة خلاص كده الحشرات اللي في الشعر هتكون اختفت. يعني ده حلو السيرم ده. اللي هو جوز الهند. أيوة. وزيت شجرة الشاي. أيوة. حلو للبشرة. وحلو للشعر كمان. وحلو لفروة الراس، بحطه على فروة الراس. لازم تكون نظيفة، أنا بأكد إحنا نكون غسلين شعرنا وفروة راسنا نظيفة، نحط أيه. عليها السيرم هيضيع القشرة، هيضيع أي حشرات موجودة طبعا. وغير كده كمان، ده إحنا بنتكلم للأطفال وعن الحاجات دي، بس بالنسبة بقى كمان إن هو ممكن لو هحط الكومبوننت دي مع حاجات تانية أيوه هتقل لنا الشعر، بس لما نجيلها إن شاء الله. طب يلا بينا نعمل الماسك. نبدأ دلوقتي هنعمل الماسك. إحنا دلوقتي بقى اعملي لي بقى الماسك بقى التاني. أيوه اللي قلتي لي عليه ده. أيوه الماسك دلوقتي ده ماسك الحبوب، بيتحط ربع ساعة على الوش كل يوم، اوكي؟ لغايه ما نحس ان الحبوب بتاعتنا راحت خالص وده النتيجه ايه المطلوبه. هناخد ده عسل معلقتين. مش كده؟ عسل ابيض نحل. ايوه اوكي. لازم يكون خام. عسل نحل نقي. ادي معلقه. حط منه كمان معلقه. وعموما العسل مفيد قوي، يعني مفيد جدا جدا، هيسيب البشره ناعمه جدا، غير الفيتامينات اللي فيه، مضادات الاكسده اللي فيه، كل ده بقى مع زيت شجره الشاي. حطينا معلقتين عسل وبرده نفس ايه الخمس نقط ايوه بتوع زيت شجره الشاي. تمام. بس ما حطيناش جوز هند صح؟ لا 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 لا. ده ماسك للحبوب بس، مش زي سيرم قبل النوم. أوكي. سيرم ليلي. اوكي بنقلب بقى العسل كويس جدا مع زيت شجرة الشاي. ده هنحطه قبل النوم يا ماشا ولا نحطه؟ لا بنحطه ماسك في اي وقت، المهم ما تتعرضيش بيه للشمس، تكوني وانت قاعده في البيت كده بتتفرجي على التي في او اي حاجه بتحطيه. انا بسال بقى يعني لو حطيته وانا داخله انام بقى لا الدنيا لا نعمل عسل ايه؟ ده عسل استحاله هننام بيه. لا لا ده بيتحط بس 15 دقيقه، بتحطيه على وشك وبعدين تشطفيه، بتغسليه على طول بالغسول المناسب للبشره بتاعتك بس كده. طب ده لكل انواع الحبوب كده، وتدعكي بيه الوش كده، تدعكي بيه الوش بتاعك. اوكي للشباب مثلا ولا لكل الاعمار؟ كل انواع الحبوب. كل انواع الحبوب. بالنسبه بقى للاعمار، زيت شجره الشاي ما ينفعش واحده حامل او واحده بترضع او للاطفال اقل من 6 سنين. اوكي. طيب يعني احنا حد حامل او حد بيرضع ما يستخدمش الماسك اللي فيه زيت شجره الشاي؟ ايوه باكد المعلومه دي اولا، وقوي جدا قوي جدا. هو يعني ريحته طالعه، ريحته حلوه طالعه. هو يعني طب الاطفال اللي بيجي لهم القشره يا ماشا يعملوا ايه؟ او اللي بيجي لهم زي ما قلتي عدوى مثلا او كده؟ ما عشان كده انا بخففه بزيت جوز هند. يعني احنا اوريدي الماسك اللي قلناه في الاول هيبقى اوكي حتى للاطفال اللي سن صغير او لحد حامل او كده. اوكي لا لا للحمل وللحامل واللي بترضع لا لا لا، لكن الاطفال حتى ممكن من 6 سنين ممكن. ادم حطينا جوز الهند ادم لا ما اوكي بس فوق 6 سنين. اوكي هو فوق 6 سنين ابتدى يدخل المدرسه، ما فيش حد هيدخل المدرسه قبل 6 سنين. بس كده. طب ايه فوائد جوز الهند التجميليه والصحيه؟ تمام. ايوه فوائد زيت جوز الهند، اول حاجه لو هنتكلم على التجميليه، انت بتحطي زيت جوز الهند اول ما بتخلصي الشاور بتاعك، ممكن تستخدميه كلوشن تحفه.
ممكن يعني اول 3 دقائق بس، على شرط على فكره ده اي لوشن او اي برودكت ممكن تحطيه على بشرتك اول 3 دقائق بعد الشاور عشان بشرتك تستفاد بيه ما يتبخرش. الكلام ده سواء زيت جوز الهند او اي برودكت تاني، اي لوشن تاني بتحطيه. أيوة. يعني في ناس تاخد الشاور ليه بعد الشاور بعد 3 دقائق لا بيتبخر لسه المسام الجسم ما شربوش. انما اول ما بتطلعي من الشاور لسه جسمك فيه نسبه ميه. ايوه اوكي. نسبه الميه دي بتساعد اي برودكت او اي منتج انت تحطيه على بشرتك ان هو يتشرب بسرعه. ايوه اوكي. فاحنا بنتكلم في اول 3 دقائق بعد الشاور. تمام. ده كده لوشن خلاص قلنا لوشن هايل، يعني يغنيك عن اقوى لوشن ممكن تستخدميه واغلى لوشن كمان ومفيد جدا، ده بيغذي الجلد بتاعك. بصي بصراحه يا ماشا انا شخصيا استفدت منك، يعني سمعت حاجات واسامي انا ما سمعتهاش قبل كده وانا مبسوطه ان انت عملتي، لان طبعا الماسكات دي دلوقتي بقت تضاعفت اتمنها جدا وبقت طبعاً. الناس كلها طبعاً. بتشتكي من ده طبعا. انا سعيده بيكي جدا وطبعا هتجيلنا ضيفه وهننتظر منك حلقات بعد كده تقول لنا فيها على البرودكت والماسكات اللي بتعمليها بكل المكونات الطبيعيه ان شاء الله. ميرسي يا عشا، شرفتيني جدا، شكرا. استنوني راجعه لكم فقره جديده.